واحنا بنتكلم مع الفنان الماجستير الراغب علامه قبل الحفله، خاصك بالذكر انه في بينكم كيمستري في الحفلات، وجمهوركم جمهور مليان طاقه ايجابيه وجاي عايز يتبسط. بتشوفي ازاي اشتراكك في كذا حفله مع الفنان راغب علامه وانتوا بقيتوا دي والناس بتحب تروح حفلاته مع بعض؟ انا اعتقد ان انتوا عملتوا حفله بعد اخصمك، دي كانت اول حفله تعملوها مع بعض. صح، من الحفله دي للنهارده مشوار فني كبير لنانسي عجرم. لا اكيد، انا كتير بحبه على الصعيد الفني وعلى الصعيد الشخصي. يعني 30 سنه 40 سنه من النجوميه، راغب علامه اكيد منه حدا عادي. أغاني كلها حلوة، أنا كتير بنبسط بأنه نتشارك أنا وياه بالحفل ذاته، بنبسط لما نكون سوا. بحب جمهوره وبحب جمهوري، بيتلاقوا لأنه مثل ما قلت ذات الروح وذات